ما شاء الله جدا الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم بارك، بس الله يبارك، ايدي اثنين على الله يبارك، الله يبارك، ما شاء الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بس الله يبارك، ما شاء الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما شاء الله. ما شاء الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. صورت الراس، شوف الراس الحين الراس ما شاء الله، حرك يد مالك اثنين فوق تحت فوق تحت، شي فوق تحت، ما شاء الله لا اله الا الله. كنت مع زملي عند ناس وجانا واحد من الضيوف يقول شاري له تيس ب 600,000، ادوخ امنا يعني المجلس ما في سالفه الا التيس ذا، باقي شوي ونطلع نتصور معه. انا مستغرب من القيمه اللي دفعها في التيس، يقول لي التيس معرف، يعني لا يكون من اللي نزلوا نجد ولا اللي دخلوا الرياض مع عبد العزيز، يقول لك التيس معرف يعني معروف اسم ابوه واسم جده وجد جده بعد، يعني انت ما اخذت تنتج حيوانات ولا راح تكون عائله؟ يقول التيس اسمه سنجار ولد العطر ولد الفطر ولد الفاخر ولد الباخر، يعني باقي شوي ونضمه القبيلة من القبائل. حافظ اسم التيس إلى جده 15 وحافظه حتى من جهة الأم، يعني ولو تنشده هو بنفسه تقول جدك السابع وش اسمه، ما يعرف إلا رابع اسم اللي ببطاقة الأحوال. أنشده أقول يا أبو فلانة التيس أنت وين حاطه؟ يقول والله في المراح. أرحم أمك 600,000 وحاطه في شبك، هذا تحط عيالك في الشبك وتحطه في البيت. يقول لك حتى من قوة الاهتمام عندهم في التيوس أظهروا لها إثباتات وجوازات سفر بعد، يعني هو بنفسه نص عياله ما حتى ضافهم كرت العائلة. واخر عيال التيس ابو 600,000 عانهم بمطعم الدعجاني شغال فيهم مندي بالنفر على عسكر الحرس الوطني.